تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل مصر تقديم خدماتها للأشقاء الفلسطينيين عبر مكتب مؤسستها ومن بينها مركز خدمات المواطنين في العريش. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصرية. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازالت جهود مصر متواصلة من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء كان على مستوى الإغاثي وهو دخول المساعدات الغذائية والدوائية من قطاع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ثم إلى قطاع غزة، أو حتى على المستوى الميداني أو المستوى الشعبي. نحن الآن في مكتب خدمة المواطنين المتواجد في مستشفى العريش العام، هذا المكتب الذي تم إنشاؤه ليقدم خدمات صحية وخدمات لوجستية واجتماعية للأشقاء الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل ولم يستطيعوا العودة مرة أخرى إلى قطاع غزة. نذكر أننا هنا يعني حوالي أكثر من 500 أسرة تقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساندة والمساعدة المتنوعة والمختلفة، سواء كانت الصحية اللوجستية الاجتماعية وغيرها من المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني المتواجد هنا في مدينة العريش. نؤكد دائما أن مصر تولي اهتماما كبيرا بجميع الأشقاء الفلسطينيين وتقدم لهم كل الخدمات الذين يحتاجونها. هناك يعني توجد في مدينة العريش يعني بعض الأماكن وبعض العمارات السكنية كعمارات السبيل، هذه العمارات التي أنشئت ليسكن فيها أو يتم استضافة فيها بعض الأسر الفلسطينية الذين جاءوا من معبر رفح يعني هربا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بعد يعني انقطاع دخول هذه يعني حركة العبور بعد أن توقفت بسبب الهجمات على معبر رفح، يوجد في مدينة العريش الآن حوالي كما ذكرنا 500 أسرة تقدم لهم هذه الخدمات من جانب يعني من جانب المصريين، والذي يأتي في إطار الدور الإنساني وإطار الدور المجتمعي الذي يقوم به المصريون من أجل خدمة الأشقاء الفلسطينيين. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.